بسات خبزة على لسان أهلها، نكث بالعهد وخرق الاتفاق، وراح يقذف بحمم الموت على رؤوس أهلها في ذهول وحيرة من أهلها، فعبر الاتفاق لم يجف بعد. ناس مواطنين ومرعية في جنبنا وفي بلادنا، أجاء الحوثي أول ما دخل من المناسح، عندما دخل من المناسح اتفقوا هم اتفقنا احنا على انه يجلس في الحيود واحنا نجلس في قريتنا، ولا يجي حول لا مزارعنا ولا حول حاجه من حقنا. جلسنا لنا اللي جلسنا لا يوم ما درنا الله والمدافع حنت فوق رؤوسنا من الحرس الجمهوري ومن الحوثي، حنت المدافع من جميع انواع الاسلحه، رمانا بالكاتوشات، رمانا بالدبابات، رمانا ب لازم الصواريخ. الآن جريتنا مدمرة وحنا شردنا خرجنا من خبزه ويجي له على دريه، ما قدامه شي دولة، قدامه ناس قبائل كل واحد مع سلاحه الشخصي، الآلي غير الآلي ماشي معانا. هاجم الصبح وحنا رقود، هاجمت علينا هذا الناس وحنا راقدين، ما قاموا الناس ايش ايش المواطن، وقاموا ومولهم المواطنين 3 أيام وأربق، لا أكل لا شرب لا تي لا تي، وشردوا لهم خلوا لهم البلد والبلاد صار. كانت هذه البداية، فكيف كانت الآثار قبل النهاية؟ عدسات الكاميرا رصدت جوانب من الكارثة، لكنه لا يوجد أبلغ من كلمات من عاشوا لحظاتها وعانوا من آلامها. فهنا أم تحكي معاناتها ومعاناة أيتام صغر كانوا يعيشون معها. إيش عملوا في البيت؟ قدم هاو داخل، قدم حرك داخل، خل هذا دخل هذا حرق، هذا بيتي وبيت ريتهم حرق الدفع والقليل والكثير ما دولا ناشي، وقلنا بارح لنا نشمده ولنا خيم وجسري في خيم ما حد ألقوا شي. يا أبي أمي أش نقول؟ الحمد لله الشكر على هذا الحال، لا هم مسلمين يتعرضوا لهم هذه مخربين، أما احنا مواطنين ولا ألقوا شي، ما ألقوا شي يا أبي حيودي، صرنا الجرافة يلحقون على الجرافة، رزقنا شربنا لنا الدنيا وهم لهم هذا القرية، حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله. سألناها إن كان قص الحوثي للقرية بسبب تواجد لمقاتلي القاعدة. ما حد يا أبو يومي، القاعدة كانت فيها حصن المناصب ضمن الذهب، وقد شردت القاعدة يوم شرد الذهب، احنا ما عاد شيء، يا دخلوا المناصب حق الذهب رحلت القاعدة معه، احنا ما عاد شي يا ابوي وامي قاعدة عندنا. يقول اهالي خبزة ان اكبر جريمة عندما تهدم قرية بالكامل دون ان يعرف احدا عنها شيئا، فالبيوت التي لم يتم تفجيرها لم تسلم من قصف المدافع وراجمة الصواريخ. علي الطهيف لبرنامج اضواء سهيل من قرية خبزة بردع.